حاولت أن يكمل الشم جلد الفنان وعرفهم رئيس النقابة حرة مستقلة سياسية تحياه كلمة تحية حارة ويدخلوا وفتح شعرهم وإجابة متنوع إن شاء الله إلى الشعر العجيب إن شاء الله كان يعرف الصوت غير في شيء ولكن تنقلوا الفنان يعني الشبه يعني يحترق تنقلوا يحترق لأن عيب وعار أن السفل قد يكره الجسم رمر ربك يتفر أنا معك أنا كنت سجل كريسيا كما قلت الفنان محتضر والكل يعرف احتضار شنو لان عيب وعار ان وزاره قدها يعني شنو يعني لها تسمى لها وزن امام الراي العام العالمي لان كنلقاو وزاره الثقافه جميع الدول كذلك الدولة ديالنا المغربية فيها وزارة الثقافة وزارة الثقافة مطالبتها كتضم وزير مسؤولين منه ومن العيب والعار أن وزارة الثقافة كتحمل هذا الاسم هذا اللي هو تقيل وما كتعملش شيء علاش؟ كنلقاو في الفنان ديما ضايع كنلقاو الفنان ديما مريض ما عندوش السياسة الصحية كنلقاو الفنان ديما ضايع ما عندوش حتى ما ياكل ما عندوش حتى باش يركب وشكون اللي كندعمو حنا؟ شكون اللي كندعمو؟ بصح المهرجانات كندعمو دوك الناس اللي معنا واش راه عيب الله كان نشوف مثلا أربعة الأغاني ولا خمسة تبقى وحدة في النهار واحد يقول لك أنا خرجت أربعة الأغاني هذا هما اللي كيدعمو الأغنية الساقطة وسلسلي على هذه العبارة هذه ما خصوش نشوفو فيها الأغنية الساقطة هي الملعب هي بمعنى خير لا من لحن ولا من كلمات ولا من مغني ولا من حتى المظهر ديال المغني لا المظهر ديال المغني او المغنيه لا حول له ولا قوه في حين اننا كنلقاو فنانه كما استصلي الاخوان ديالنا قالوا مغني فنانه قدام اللي هما رواد ديالنا وخصنا ناخذوا بيديهم وناخذوا عليهم ماشي ناخذوا بيديهم حنا خصنا ناخذوا منهم بعدا ما عطينهمش القيمة ديالهم ما عطينهمش المستوى اللي ممكن يكونوا فيه لا خصهم يكونوا فيه بحال السي الطاهر القضاء بحال السي العلوي بحال السي العالمي الطيب بحال ما كاينش معنا ربما شوفوا شي ولا ما كاينش انا مكفوف ما كاينش يقولش المهم انا كنعرف بزاف ديال الناس رواد عطاو الاغنية المغربية وصابوا وكافروا وكافحوا ومسكن ومشاو هكا يعني إذا سولتي دابا دابا إذا سولتي على الله هذا واحد ما غادي يعرفو علاش؟ كيعرفو غير المصاصين علاش الطاهر هذا ما يتعرفش؟ إلا سولنا على العلوي على زيد تعرفش علاش ما نعرفوش؟ وسلسلي على الإله أنا قلت هذا واحد التدخل ديالي قبل يعني واحد اللقاء آخر وغادي نعاودها دابا وسلسلي على الإخوان هذه وصمة عار على الفنان وصمة عار على الفنان وعار على المسؤول اللي كيشد المسؤولية وما كيتحملهاش وزارة الثقافة اللي كتشد المسؤولية وما كتحملهاش راه تحاسب غدا أمام الله تعالى تحاسب يوم القيامة إن شاء الله أمام الله سبحانه وتعالى تحاسب على هذه المسؤولية وتحاسب على ضياع الناس اللي مشاو هباء من ترى ولتهضمت الحقوق ديالهم
وشكرا. خصوصا يعني السلام عليكم.